أيها الشعب السوداني الثائر، قد طلبتم أسمى الغايات من حرية وسلام وعدالة، ودفعتم مهر ذلك دماء ذكية سقت هذه الأرض الطاهرة، فإنكم موقنين بالنصر الذي يتحقق بالعزم والصبر والمثابرة والتكاتف ونبز الفرقة. وإلى الشابات والشباب في ليان المقاومة، لقد أبليتم حسنا وكان صمودكم ملهما، وشكلتم ملامح سودان جديد، سودان لا تمييز فيه على أساس قبيلة أو لون أو جهة. فقد نلتم احترام الجميع وملكتم الحاضر، ولا شك أن لكم كل المستقبل إن توجتم هذا الحماس الثوري بالتوافق على برنامج للبناء والمشاركة في وضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور فيما تبقى من عمر الانتقال. واعلموا أن الحياة من أجل تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفا عن الاستشهاد في سبيل هذه الغايات، والثورة دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلا. أسأل الله أن يحفظكم. إلى قواتنا المسلحة، جيش، دعم سريع، شرطة، مخابرات، وكل الأجهزة النظامية والأمنية، أقول إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية، وإن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب، تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه، وهي منه وإليه، ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه، وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والاحترام، وتوفير كل ما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار جيش واحد شعب واحد، وحينها لن يكون هناك خوف على مستقبل البلاد وأمنها ومستقبلها وحكمها الديمقراطي المدني. كما دعوني أشكر في هذا المقام كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب المحبة للحرية والسلام والعدالة التي آمنت بهذه الثورة الملهمة وهذا الشعب العظيم. قد كانت وقفتكم رائعة في دعم تطلعات الشعب السوداني وحقه في الحرية والعيش الكريم، ولن ينسى لكم شعبي الشكور هذه الوقفة التي نامل أن تستمر ويتواصل دعمكم السخي في كافة المجالات، وليكن ذلك الدعم تبادل للمصالح، فوطننا لا تنقصه الموارد في باطن الأرض وظاهرها، وإنسان السودان عفو وأكرم من أن يعيش على الهبات والمعونات. فهذه دعوة للمستثمرين في كل مكان وفي مختلف المجالات لبناء شراكات تنموية واستثمارية تعود بالنفع على الجميع. أيها الشعب الكريم، لقد ألهمتني ثورة ديسمبر كما ألهمت الملايين في مختلف أنحاء العالم بصمود شاباتها وشبابها الأسطوري وبشعاراتها التي جسدت تطلعات الإنسان في أقصى مراقيه.